يا ساتر. خير يا زين؟ في معاون مباحث في الدنيا بيجي في خير برضك؟ مسعد ولدك فين؟ ايه ده؟ انت ما حدش قال لك انه هاجر؟ هاجر امريكا واتجوز امريكي وعنده منها عيلين. عقبال عندك. انا عارف ان عندك مشكله في القصه دي. طب ما دام هاجر فسح شويه عشان نشوف شغلنا. فتشوا في كل مكان يا رجاله، ما تسيبوش غرم ابره. لو في حرم جوه قول لهم يستروا نفسهم. انت جريت ولا ايه؟ في ايه يا حضره الظابط؟ ده بيت هتلر بيه. بتشوف بطايقنا بالمره. زعلنا نفتش بيت هتلر بيه؟ امال لما اضرب رجاله هتلر بيه قدامه هتعمل ايه؟ خدوا على البوكس. تعدى على ظابط اسناد ده اتعمله. ما تسيبوش مخرج جوه لما تدوروا فيه. ورحمه الغالي. لا خليك تحصن. حصل مين؟ تعرف وقتها ساعتها افتكر انك اتجرأت دخلت رجالتك يفتشوا بيت هتلر. انت اللي ما جتش معايا دغري، عمال تقول لي الغاز هاجر وسافر، افضل اسمعك لحد ما المحروس يهرب. مسعد ما عملش حاجه عشان يهرب. لما لبسوا حبل المشنقه ان شاء الله ساعتها بس هتعرف انه عمل. دور فوق السطوح عشان ابليس في الجن. قصدك عشم زين صالح الجناوي في الجنة؟ مش موجود يا فندم. انت اللي جبت لولدك، كنت اخده النيابة معزز مكرم، مضطر ان اخده متهان ومتكلبش. ما عاش ولا كان. لا عايش وقدامك هو هتشوف بعينيك. نسيت اقول لك، الصورة اللي بعتها لي عجبتني، بس عايز صورة اوضح عشان اعلقها في الصلاة بالمرة. الواد يشبع من امه الله يرحمها.